ننتقل إلى موضوع الجامعة الألمانية. معنا على التليفون حازم عبد الخالق، رئيس اتحاد طلاب الجامعة الألمانية، طالب المفصول. حازم، مساء الخير. مساء النور. أهلا بيك. يعني يا ريت تقول لنا تفاصيل أكتر حول الدعوة اللي أنت ناوي ترفعها، أو هل رفعتها بالفعل في مجلس الدولة، وهل أنت لوحدك ولا معاك باقي الطلبة المفصولين؟ خليني الأول أقول لك القرار اللي طلع هو القرار بفصل 6 طلبة من الجامعة، في طالب منهم مفصول فصل نهائيا هو كريم نجيب نائب رئيس اتحاد الطلبة، أنا انفصلت سنة ونص، وفي 3 طلاب كمان اتفصلوا لمدة سنة، وفي طالب أخير اتفصل لمدة سمستر أو ترم واحد، وفي خريجة منعت من الخدمات الجامعية لمدة 2 سنين. القرار ده طلع يوم الخميس، بعت لنا الإيميل بقرار رسمي متأخر الساعة 7 بالليل. قبلها بكذا ساعة كنا اتمنعنا بالقوة من دخول الجامعة، بناء على كلام مفروض الأمن بيقولوا إنه ده تعليمات جاية لهم وما كانش في أي قرار. طيب، هو أنت أكيد عرفت القرار ده يعني بناء على إيه؟ إيه السبب اللي دفع الجامعة الألمانية إن هي تتخذ هذا القرار بالفصل؟ طيب ممكن أحكي الموضوع من أول شوية. القرار دي على خلفية اعتصام شهر مارس، كان في الطالبة يارا نجم توفت في شهر يوم 9/3. الطلبة احتجت على إدارة الجامعة لأنه أسباب الوفاة طبعا قضاء وقدر في الأول وفي الآخر، ولكن كان في إهمال واضح جدا في باركينج بتاع الباصات أو موقف الأتوبيسات، وعربية الإسعاف على ما وصلت البنت اتأخرت جدا وما كانتش مجهزة، وتم برضه بعض التجاوزات من أفراد الأمن إن هم حرقوا دم البنت بعد ما توفت على الأرض. فبالتالي الطلبة احتجت وعملت اعتصام وإضراب، ومحدش دخل الامتحانات لمدة 3 أيام. الإضراب وصل ل 85%، وبعد ما الإدارة وعدت بحل الأزمة وإن هي هتحل الموضوع تحاسب اللي غلط وتضمن لنا إن الموضوع مش هيتكرر بإن هي تغير الموقف أو تحسنه. بعدها فترة تقدم فينا بلاغات في النيابة أو وصلتنا استدعاءات 10 طلاب، وتم استدعائنا للنيابة وحجزنا 4 أيام على زمن التحقيق. وبعد ما خرجنا جالنا تحقيقات في الجامعة اتحقق معانا لمدة من 3 ل 6 ساعات، وبعد كده من اسبوع او يوم الاثنين اللي فات بالظبط جالنا استدعاءات تاني في الجامعه بمجلس تاديب اللي هو المجلس المنوط باتخاذ القرارات. ويوم الخميس الساعه 7 بعت لنا ايميلات بالفصل او بالقرارات يعني. تمام. طيب، هل الدعوه اللي انت هترفعها دي انت بس اللي هترفعها، ولا 5 طلبه الاخرين برضو اللي اتفصلوا معاك في هذه الدعوه؟ لا، انا مش لوحدي، اكيد معظم الطلبه اللي اتفصلوا هياخدوا نفس القرار ده، لانه ببساطه شديده المجلس اللي اتكون ده كان تشكيله غير شرعي او غير قانوني. في خلل في الاساتذه اللي كانوا موجودين، كان لازم يكون في شخص منهم يكون عميد كليه، وده ما كانش حاصل. زائد ان احنا معانا دليل انه كان في اصلا قرار قبل، يعني قبل المجلس بفصلنا، لان احنا اتمنعنا قبل القرار ما يطلع. فهو مجرد مجلس صوري عشان يخلص الاجراءات تكون كلها قانونيه، فبالتالي كلنا ما حدش فينا هيسكت على حقه، وهيتم رفع دعوه قضائيه ان شاء الله علشان نطعن في القرار اللي اتخذ. انت وال5 طلبه المفصولين كلكم هترفعوا هذه الدعوه. بالظبط، وعايز بس اوضح لك انه دي مش اول مره نتمنع من دخول الجامعه من غير سبب. احنا اتمنعنا من دخول الجامعه بعد ما تم الافراج عننا من سرايا النيابه، رحنا اتجهنا للجامعه عشان دراستنا عادي جدا، تم منعنا من غير قرار، واتصلنا بالشرطه فعلا عشان نعمل محضر اثبات حاله. الكلام ده حصل امبارح، ولما حاولنا نخش بكل سلميه تم منعنا بالقوه. مش بس كده، احنا الجامعه قدمت فينا بلاغ ان احنا بنحاول نقتحم الجامعه، وفعلا جالنا 3 بوكسات فيهم افراد امن ورتب بيقولوا لنا الجامعه قدمت فينا بلاغ ان احنا بنحاول نقتحم الجامعه. 4 طلاب بيحاولوا يقتحموا الجامعه على بوابه فيها اكثر من 12 فرد امن. شيء مش منطقي ابدا يعني. تمام، احنا هنفضل متابعين معاك، بشكرك شكرا جزيلا. حازم عبد الخالق، رئيس اتحاد طلاب الجامعه الالمانيه، وطالب المفصول هو و5 اخرين من الطلبه. ويعني لازم برضو نبقى نتواصل مع الجامعه الالمانيه عشان نعرف يعني لماذا تم اتخاذ هذا القرار بهذا الشكل، وتنفيذه حتى قبل ان يصدر القرار من مجلس الجامعه.